السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ورجاله وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونحن بحمده. الملاعب
سواء متعود بس تلم الأحسن مستحبات يعني مستحبات الأحسن يقدر يفعل في الأعراف يعني يقول إذا فصل المصلي بين الله ولفظ أكبر بسكوت طويل أو بحرف أو بكلمة ما قالش الله أكبر قال الله يس أكبر كلمة لا خارج على تكبيرة شو يقول لا تصح بها الصلاة ولو كان الكلمة الفاصلة صفة من صفات الله عز وجل كما يقول المصلي الحرج يقول الله الرحمن الرحيم يزيد من أهم الملابس الله الرسول في الله أكبر يقول فيجب أن يقول الله أكبر دون فصل أي حال يقول إذا أتى بذلك الإحرام منحنيا الأعمال ماشي